السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ممكن أيضا نعمل مجموعة تغييرات بالفورم، يعني مثلا لو جينا على الصفحة هذه، طبعا الفورمز أنا أغير فيها، خلنا نعمل واحد آخر نسمي هذا مثلا ذاك كان، هذا كان فورمز، أوكي هذا حيكون فورم، عفوا عربي فورم، عرفت كيف؟ هذا حيكون فورم. الفورم هذا حناخذ كل الموجود في الفورمز نعمله كوبي نضعها في داخل الفورم. طيب اذا فورمز احنا ما نحتاجه، هذا نجيبه ممكن الاول، اوكي نعمل السيف. هذا فورم بي اتش بي، لو جينا على فورم فقط عملنا ريفرش ذاتس ات، النوده يشتغل ما عندك اي مشكله. طيب هنا شو الاشياء اللي نحتاجها؟ مثلا هو بيذهب للماي بي اتش بي، خلنا نعمل صفحه اخرى، تشيك بيج، اوكي هنسميها بالتشيك بيج، كوبي فينيش، هذا حيكون تشيك بيج. طيب كل الاشياء اللي موجوده في داخل الماي بيج حنضيفها في ال تشيك بيج، نغلق الماي بيج ما نحتاجها. اذا صار عندنا صفحتين جديده، حلو. هذا الفورم هحتاج انه انا اوجهها لمين؟ لل تشيك بيج، اوكي حوجهها للتشيك بيج، اوكي ما عندي مشكله. طيب انا ممكن ايضا اعمل بيج اخر، يعني لاحظ انا ممكن طبعا اضعها هون وممكن اعمل بيج اخر، هذا البيج حسميه مثلا اسميه شو، input page، اوكي حسميها بالinput page مثلا finish. طيب هذا الانبوت بيج حضع فيها function، طبعا هاخذ هذا الاف بالكامل، اوكي عفوا هذا الاف بالكامل، هذا حيكون فيها الانبوتس لليوزر. طيب شو الاشياء اللي انا احتاجها من اليوزر حتى يعمل انبوت؟ السيت سبميت، الاف ما راح احتاجه، اوكي فقط حيعمل لي ايكو. النيم حيكون هذا، هذا ايضا ما احتاجه لانه اذا عمل سبميت ما احتاجه يعني انه يضيف له شيء اخر، هذا ايضا احذفه. وفي عندي ايكو للباسورد كذلك، اوكي وهذا الشيء انا ما احتاجه. طيب حنعمل، لاحظ اصبح سهل جدا. طيب هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانبوت بيج، كانسل عفوا نعمل السيف. هذا بالنسبة للإنبوت بيج. إذا هذا حيكون فيها الانفورميشنز اللي حيضعها منو؟ حيضعها المستخدم. خلوه يكون كبداية هذا الشيء، ما يحتاج إنه نغير أي شيء بها آخر. طيب أنا ممكن أيضا، ممكن أيضا شامل 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 ديش بقى دقيقة أو 3 minutes، أوكي حلو بعدنا بال 3 minutes. ممكن أذهب للتشيك بيج، في تشيك بيج اعمل شيء مهم جدا، هذا كله احذفه، انا عندي اصلا هون، طبعا لو كنا ماخذين هذا كان افضل. مثلا هذا لا، هذا ما راح احتاجه. تعال شو احمل؟ حاعمل ريدايركت، حاستخدم الهيدرز، حاعمل ريدايركت. طيب كيف اعمل ريدايركت؟ اكتب طبعا حاعمل فانكشن، اوكي فانكشن، هذا الفانكشن هو اسمه، طبعا بيطلب عندك فانكشن نيم، هذا الفانكشن حيكون هو فانكشن هيدر مثلا او فانكشن ريدايركت، اوكي الفانكشن ريدايركت، وحياخذ هنا ارجيومنت، اوكي حياخذ هنا ارجيومنت اللي هو البارم، حيعمل لك ريتيرن لان احنا ما نريد نعمل ايكو، اذا ما نريد نعمل ايكو حيعمل لك ريتيرن فقط، حيرجع لك الفاليو، يرجع لك الفاليو يقول لك مثلا ويل كم، ويلكم
space ممكن استخدم علامات المجموعة وضع فيها البارم. That's it. هذا كل اللي احتاجه انا حاليا. بعد ذلك اجي اوكي خلي هذا اعمله للاسفل. هذا اسميها name انه name اوكي ممكن نسميها name اللي حيظهر فيها اليوزر نيم. اوكي welcome محمد مثلا. اوكي حنعمل functions هنا في check page وهنا الريدايركت. الريدايركت ايضا حياخذ باراميتر. الباراميتر param2 هذا حياخذك اللوكيشن اخر. هنا انا حنعمل له هيدر. هنستخدم الهيدر و حنضع فيها لوكيشن. اوكي نقطتين سبيس اوكي دوت مين البارم 2 دولار بي دولار بارم 2. اوكي هياخذك لهذا اللوكيشن. طيب انا ممكن استخدمها معناته صح. طيب احنا لا ننسى انه نعمل اكزيت. اكزيت نستخدم الاكزيت. طبعا انا عندي الكهرباء انطفى فحاعمل ستوب وارجع لكم مره اخرى لان خلينا نقول مع السلامه.